رايك لو اتعلمتي طبعا بالاضافه ان احنا نتعلم القرايه والكتابه كويس، نتعلم مثلا نخيط ونبقى استوات بنقعد على مكنه وبننتج وعندنا دخل كويس ونقدر نشتغل في اي مصنع بعد كده؟ يبقى انت اللي كتر خير. احنا مكاننا نقعد في جامع اسمه جامع فاطمه الزهراء. لما تحب تبقى تعرف تتعلم تقرا وتكتب تعال لنا واحنا هنساعدك، ايه رايك؟ اتفقنا؟ انا دلوقتي عندي مدرسه صغيره فيها اولاد في سنك، بنعلمهم اولا ياخدوا شهاده وكمان يتعلموا حرف. بص الشغل الحلو ده، ده انتاجنا، ايه رايك؟ طب ما تيجي تبص، ولو عندك بنت صاحبتك في نفس سنك برضو عندها نفس الظروف هاتيها معاكي عشان تشجعوا بعض، بس نشجع بعض على الخير. انا ان شاء الله باذن الله، انا صاحبتي ما جاتش معايا اول هي ما جاتش، انا باذن الله ان شاء الله هاجي معاها. بصينا يا طنط مش معايا ولا شنة طلعت، لا احنا بنتي في كل حاجه. طب ليه مش عايز تجرب ان انت تعيش في مكان يمكن يعجبك او تشوفه على الاقل؟ لا لا شوف مكان على الاقل. خد بالك انا مش عايزه اي حاجه غير ان احنا نطمن انك انت عندك فرصه لمستقبل احسن من كده. من ضمن التجارب اللي بعتز بيها احد الاطفال قابلناه في محيط المنطقه اللي احنا بندور فيها على الاطفال المتسربين من التعليم، كان عنده مشكله ان اسرته دايما بتوديه لورش، جرب كذا مهنه وللاسف لم يوفق في ولا واحده منها لانها ما لقاش نفسه، فاتكلمنا معاه وبالفعل اقنعناه ان هو يجي معانا المدرسه. انا علاء محمود قررت اسيب الورشه وارجع المدرسه تاني.